اليساريين اتحكموا في الأمة العربية لعقود، والإخفاء حقيقة فكرهم اليساري لبسوا ثوب القومية العربية. والله إن القومية العربية منهم براء، ويا رب سترك وعفوك يا الله لما يركبوا الموجة بقى مع الإخوانجية. هتسمع العجب العجاب زي كده اللي هنسمعه من الجدع ده اللي خلط أفكار وأحقاد الإخوانج مع أحقاد وأفكار اليساريين، فطلع لنا فتوى وفكرة خنفشارية هنعرفها مع بعض بعد شوية. السلام عليكم. طلع لنا الجدع ده من الواضح عليه انه صاحب فكر يساري فاشل وتماشى مع الفكر الاخوانجي اللي ساير اليومين دول، وده اللي هنوضحه بعد دقيقه. فرح منزل الفيديو ده وراح قايل: طب هو يعني الحج للكعبه، لذات الكعبه، هذا البناء المربع اللي يعني يمكن تجديده وهدمه الى اخره، ولا تقديسا للحجر الاسود؟ لا، هو تقديس للحجر الاسود. يعني اذا هي القضيه مش مرتبطه بالمكان. تقديس للحجر الاسود، ما شاء الله ما شاء الله. مش بقول لكم يساري فاشل؟ بص يا طه، لما اقول لك، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم على لسان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. واخد بالك يا فاشل من جمله عند بيتك المحرم؟ عندي دي بقى اهل اللغه بيسموها ظرف مكان. واخد بالك، ظرف مكان يعني القضيه مرتبطه بالمكان. القدسية في المكان مش في الحجر ولا في البناء. جاي انت بقى بعد 1441 سنة من نزول القرآن، وجاي بعد آلاف السنين من مقولة سيدنا إبراهيم، وعايز تطلع لنا بنظريات جديدة وخنفشاريات جديدة؟ فتطلع لنا بفتوى مخلوطة بمزاج الحقد اليساري المتطرف الفاشل، وطبعا متماشية مع المزاج الإخواني الخاضع والخانع للعجم. فيا ريت يا وهابيين بعينكم الله توجدوا حل. يعني خلونا، ليش مثلا الحج يحصر في 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 السعودية عشان الحجر الأسود؟ ليه الحجر الأسود ما ينتقل من مكان إلى مكان؟ ليه ما يكون السنة الحج في تونس واللي بعدها في مصر واللي بعدها في العراق مثلا؟ يظل هذا الحجر الأسود يتنقل، ولا في تقديس للجغرافيا؟ يعني هذا سؤال. ما دام القضية يعني فيش فيها تقديس للجغرافيا، الأمر ينسحب على علينا وعليكم. أما إذا فيها تقديس، ما فيش فيها تقديس، لو سمحتوا أعطونا الحجر الأسود. لا لا، أنت الظاهر بتتكلم على تنظيم كأس العالم لكرة اليد ولا حاجة، أو ممكن تكون بتتكلم على تنس الطاولة. استحالة تكون بتتكلم على الحج. ما أنت لو اتكلمت على الحج تبقى أنت كده عبيط رسمي. لو سمحتوا أعطونا الحجر الأسود، أو أعطوه لأي دولة عربية، لأنه أنتوا مقرفين وتعاملكم مع الحجاج مقرف. لا بعد، أنت عبيط رسمي. بس ثانية واحدة، تعالي هنا، أنت قلت إيه بالظبط؟ لأنه أنتوا مقرفين وتعاملكم مع الحجاج مقرف. لا والله، ده يخرب بيت الحقد لما بيتلخبط على الغباء ويطلعوا من واحد فاشل زيك. ده القاسي والداني بيشهد لهم بخصوص خدمة حجاج بيت الله. دور في اليوتيوب وشوف بنفسك، ولا اقول لك تعالى وانا اوريك. طيبتهم ليحلق في دفء النظرات، وارى ارواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات. قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك المحفوفة بالدعوات. يا رب احفظهم بمحبة ذكر الحاج وانصرهم وذريتهم إلى يوم الدين. أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين. لا إله إلا سبحانك رب العالمين. لا إله إلا سبحانك رب العالمين. يا إخوتنا، يا أعز ما عندنا في أمتنا، نجلكم، أنتم عبيد أمتنا، نصركم الله، أنتم الصابرون، ورأينا صبركم، ورأينا جهادكم. وأبو الله تحبون ضيوف الرحمن، والله يحبكم. الله يا رب انصرهم بنفسكم وبين، يا رب وذريتهم، يا رب انصرهم وادعوا معي بالمغفرة. وخذ شهادة كمان أهي. أنا رحت العام للسعودية، تعجبت يا أخي، شنو هالتطور، شنو هالنظافة، شنو الاحترام الناس. يعني أنا رايح حجي، يعني الشرطة يا أخي احترامات، بكل احترام وبكل أدب، بس بالنسبة للكاظمي ما يسألوك أنت منين، من لا لا يا أخي، لا يا أخي، شنو طائفتك، لا يا أخي، ما لهم علاقة بيك، ما لهم علاقة بيك.
أنا واي خوفوني ناس الله وكيلك دير بالك ما قالوا لك روافض هو والله العظيم دير بالك من هذا باوع منا من تنزل إيدك يعني دولة أدفع خلق الله وادي يا عم شهادات تانية كمان كانت أحسن معاملة بالنسبة للأمن السعودي قام بواجباته وبكل ارتياح نشكر شكر كثير جدا للمملكة العربية السعودية ملكها وحكومتها وشعبها على ما بذلوه من جهود مضنية إلنا ما كل حاجة وفروها إلنا ده انت مش بس حقود وفاشل وغبي ده انت كذاب كمان عايزنا نكذب اللي شفناه بعينينا وجربناه في نفسنا وسمعناه من الناس كانوا هناك بالفعل ونصدق واحد فاشل زيك تعالوا بقى للكلام اللي بجد شويه كنا في اكتر من حلقه سابقه اتكلمنا عن محاولتهم لتميع الاسلام وازاي جماعه الاخوان بتحاول تعمل تقديس وهاله قدسيه لتركيا وازاي عملوا من مسجد ايا صوفيا مكان له قدسيه يضاهي الحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف والمسجد الأقصى الشريف ووجنكم البوستات والمنشورات المقررة اللي بينشرها زباب الإخوانج الإلكتروني على السوشيال ميديا البوستات والتغريدات اللي بيقولوا فيها إن ربنا أفرغ الكعبة من المسلمين وعمر مسجد آيا صوفيا بالمصلين واضح جدا إن مشكلتنا في العالم العربي بتكمن في اليمين واليسار اليمين اللي بيرتدي عباءة الدين زي جماعة الإخوان والدين منهم براء واليسار اللي بيرتدي عباءة القومية العربية لأهداف سياسية والقومية العربية منهم براء في النهاية اتضح ان هم مجرد عبيد ومطايا لمشاريع العجم في بلاد العرب اليساريين اللي بيدعوا العروبة بتلاقيهم منبطحين للفرس وداعمين للفرس ضد العرب وفي أرض العرب زي النظام السوري على سبيل المثال اما بقى الإخوانج فحدث ولا حرج مطايا رسمي للفرس وللترك وخدم لمشاريعهم اما ده بقى فمجرد نموذج لمن جمع السوء من أطرافه نموذج للحقد والغباء والفشل فأنا لأمثالك ان يستتروا ويستروا عوراتهم فطرحكم يثبت أنكم مطايا لا أكثر وكفاية لسع لحد كده وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.